بسم الله الرحمن الرحيم. رواية ست شامي. هي في كتاب ورقي ولكن بالعربي، سوف تكون بصوت المؤلف وخلف الغلاف مكتوب أنت تقرأ اسمي اختصار من ست شامية. وأيضا مكتوب الإنسان غير الملثم أو غير المقنع. وأيضا مكتوب أم تكون هي أو هو. وهنا يأتي اختصار يوهو. الشخصية الرئيسية في رواية كسمي. أيضا مكتوب عندما تقرأ في بداية كل فقرة اسم يهو يتكلم أو كسمي يتكلم، أي الرواية تتكلم، رواية كسمي تتكلم. نبدأ قراءة أول صفحة. أنا أكتب عن إنسان غريب، لا أستطيع الكشف عنه أو عن هويته، أو من هو ذاك الإنسان أو الشخص. ببساطة أنا أدعوه البشر غير المقنع، وهنا المقنع من الكمامة. نفضل بالعربي الملثم، الملثم ليس مقنع، ملثم. فأنا أدعوه أو أعتبره الإنسان الملثم، الإنسان غير الملثم. وغير مختفي، ما
موجود بين الناس، لكن لا أستطيع تحديد أنه هو أو هي، لا أعلم. يهو اسم مناسب، اسم مناسب يمزج بين هو وهي، أو مزيج بين هو وهي. مرات يكون أو تكون الفقرة يستدل القارئ أنها هي، ومرات يستدل أنه هو. فأنا لا أريد أن أكون ضد النساء ولا ضد الرجال عندما يكون أو عندما تكون الفقرة أو الفقرات عن لسان الشخص الغامض وغير الملثم. رواية ست شامية ككتاب ورقي وتسجيل صوتي بالعربي تتحدث عن شخصية أو اسم الرواية بالعربي وبالإنجليزي كاسمي، وأيضا الشخصية الرئيسية أو البطل هو يوهو بالعربي وبالإنجليزي. التسجيل الصوتي سيبث في قناة الناشر شمس للتدريب، شركة في مصر، شركة مكة سمارت للتدريب في مصر، شمس للتدريب. وهو الناشر للرواية بالإنجليزي كتاب ورقي وبالعربي تسجيل صوتي على قناة الناشر في اليوتيوب MCH مسافة سمارت مكة سمارت. بعد هذا التسجيل أو بعد هذا الفيديو بعنوان ست شامية كاسمي نوبل VR01 ستكون هناك تسجيلات 02 حتى تنتهي الرواية أو الجزء الأول من الرواية، عبارة عن 50 ورقة.
الرواية من يقرأها تتابع هذا الإنسان الغريب وفي نفس الوقت المجهول، أو هذا البطل الخفي، لكنه لا يختفي تحت الكمام. تم اختيار الكمامة التي تعبر عن القناع لأن زمن الرواية أو الوقت اللي هي سنة 2021 إن شاء الله نزول الرواية إلى السوق في كتاب ورقي، عبارة عن 4 أجزاء، الجزء الأول والثاني والثالث والرابع، مئتين كل جزء، 50 ورقة أي 100 صفحة باللغة الإنجليزية. الرواية قد يتصورها القارئ أنه أو الشخصية أو البطل يعني ممكن بقراءته للرواية القارئ سواء رجل أو امرأة يستطيع أن يقول أن الراوي أن الشخصية أو البطل موجود، ولكن المؤلف يعلم أنه موجود، ولكن هو متخفي من غير كمامة. اختير القناع لأن الكمامة في زمن الرواية وهو زمن الكورونا أصبح الكل متلثم أو لابسا للكمامة. هل هناك شخص من لم يلبس الكمامة؟ أسئلة كثيرة، ومن خلال الرواية وصفحاتها والتسجيلات الصوتية كأننا في الجزء الأول وضعنا إصبعنا على هذه الشخصية، ولكن سنفاجأ بالجزء الثاني أن اختيارا للشخصية، وأقصد هنا القارئ اختياره للشخصية كان وهم عندما يقرأ الجزء الثاني. يقرأ الجزء الثاني فيعيد اختيار الشخصية أو البطل وهكذا. في نهاية الرواية الشخصية غير وهمية،
يعني إنسان موجود أو شخص موجود. طبعا يوهو في التسجيل السابق أو في الأول ذكرنا أنه شخص ممكن أن يكون امرأة أو رجل. الرواية ليست لنشر الخوف، بل بالعكس لإجلاء الوهم والخوف. نقصد بالخوف المنتشر مثل خوف الكورونا. خوف الكورونا منتشر، تجد فئات المجتمع أو العمر ممكن أقل من 10 سنين ما هو فاهم، ومستوى الخوف ضئيل، وهكذا كل 10 سنين من العمر يختلف مستوى الخوف عند كل الناس. مثلا من 10 سنين لعشرين سنة تجد يعني تقريبا هناك تشابه. نشبه بمستوى العلم مثلا عند المسلمين عن الله أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند الأديان الأخرى مثلا عن المسيح. وعند الأمم الأخرى الصينيين والهنود، فتجد عن الدين وعن الشخصية الدينية أو الرسول أو المرجع الديني من أتى بهذا الدين سواء الإسلام أو المسيحية أو اليهودية، أو لكل أمة دين، أي الشخصية البارزة البطل. تجد أيضا في الأعمار كل عقد يختلف أو يكاد يتشابه، من هم عمرهم 10 سنوات